هانتو ما هلا جلاس ديالي جا الروعة ها، وفيه داك ريحة القهوة رائعة وبصحة والراحة مع خالتي زبيدة. بكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم عند خالتي زبيدة. اليوم غندير لا جلاس ديال كابوتشينو بنسكافي. شنو غندير فيه؟ نفس القياس ديال اللي غنعبر به بهذا الكاس هو اللي غتعبروا به. عندي هنايا نص كاس ديال قهوة سريعة الذوبان نسكافي، المهم اللي عندكم. عندي هنايا نص كاس ديال سكر حبيبات هكا، ونص كاس ديال الماء. دونك هادشي كله غادي نخلطو مزيان، غنطربو طبعا ديالي. ها هي كيجات هانتوما. دابا غنطلع الكريم شونتيي. عندي هنايا 100 غرام هذاك الكيس الصغير مع 4 لترو ديال الحليب، وغادي نطلع لا كريم شونتيي ديالي هو اللي غنخلط مع هذيك لاموس. الموس ديالي ها هي طلعات ديال لا كريم فريش. دابا غنخلط كلشي، غنخلطها مع لاموس ديال القهوه، وغنخلط كلشي بحال هكايا. نخلط مزيان. وعندي هاد لي بواط هادو فيهم لي بيسكوي، درت بيسكوي داك لوتوس هو اللي فاش نعمر صافي. وغادي نعمر هاد لي بواط ديالي هنايا بلا كلاص بحال هكايا، ونديرهم في الكونجيلاتور الليله كامله. وهانتوما عندكم لا كلاص ديال كابوتشينو. وملي غيوجد لا كلاص ديالي غنوريكم كيفاش. وبالصحه والراحه. الكلاص ديالي هانتوما ها هو واجد. شو كيجي لا كلاص كابوتشينو؟ دابا غادي نقسموه باش غناكلوه.